ثلاث أخطاء يكثر الوقوع فيها على مائدة رمضان. الخطأ الأول: الإسراف في تناول الطعام والشراب حتى أن الشاب لا يأكل فوق طاقته. كل ما لذ وطاب، ولكن امتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، فإن كان لابد آكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الخطأ الثاني: إلقاء بقايا الطعام، حتى أننا نجد من الفقراء للأسف من يلقي بقايا الطعام. هذا الأمر يسبب بزوال هذه النعم عنا. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الخطأ الثالث، وهو يكثر في رمضان على المائدة، تصوير موائد الطعام ونشرها على الفيسبوك وعلى الواتساب، الأمر الذي يجرح مشاعر الفقراء الذين لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الفائدة.